تخيلوا يا جماعة تعرضنا للسرقة من الخدامة بالطريقة هذه، راح أوريكم الطريقة شلون، وانتبهوا منها زين وركزوا معي. طبعا المبلغ اللي معنا هذه 500 و500 و500 وهذه 200 هذه 1700 ريال، بعد ما لفتهم بهذه الطريقة جابت المعجون. وش سوت؟ تفك المعجون بهذه الطريقة، تحط الفلوس داخل، هذا الأول وهذا الثاني والثالث بهذه الطريقة، تدخله تسكر المعجون. والله يا ماما أنا ما في، بس موجود معجون ماما، ما في موجود فلوس. حتى ممكن تبرهن لك وتجيب لك المعجون وتقول لك شوف يعني ما في فلوس، بس معجون اللي موجود، فلوس ما في يا ماما. تجيب لك الكريم هذا وتحط الكريم كذا، ماما انا يبغى هذا، ماما انا عندي ما في موجود سمسم هذا، ماما ما في موجود. تخيلوا ان دائما نشوف المنتجات هذه مع الخدمات مع السواقين ولا نحرص عليها ابد، وداخلها مبالغ ثمينه، ممكن احط داخلها ذهب، ممكن احط داخلها اي شيء. انا مجرد ما يوصل ديرته بهذه السهوله يفتح من هنا ويطلع الفلوس بهذا الشكل. بعدين راح نفك الخمسمية بهذه الطريقة، راح تطلع معانا الخمسمية بهذا الشكل ما فيها أي شيء. هذه الخمسمية الثانية. طيب هذا المنتج الثاني راح نفتحه من هنا نفس الطريقة، راح نفتح ونطلع. مجرد ما نضغط من تحت بس راح تطلع لنا فلوس، هذا الأولى 100 ريال وهذا 500 ريال. أبد وبهذه الطريقة تسحب بدون فتح، راح تطلع لك الفلوس هذا الشكل. هذه الطريقة الثانية، هذه 500. فأرجوكم يا جماعة انتبهوا 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 لهذه النقطة، حنا تعرضنا للسرقة من الخدامة بنفس الطريقة هذه بالضبط. هذا مبلغ 2200 ريال كان موجود بالعلبتين هذه فقط، فما بالكم العلبتين هذه يمدينا نحط فيها ذهب وقس على ذلك. أتمنى أنكم تنشرون المقطع هذا للفائدة.